الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، الف مبروك يا فندم. كابتن سيف كتر خيرك. ازيك يا فندم، وحشنا، اخبار حضرتك ايه؟ والله حضرتك وحشتي جدا. ربنا يخليك. ست نقط ايه؟ اكيد نفس. لا ما بنشوفهمش كتير دول. الناس فاهمه ان مباراه مع الداخليه، مباراه مع الحرس، طب دي مع اسوان، طب دي مع الزمالك، مش عارفين ان كله صعب. لا بص يا كابتن سيف، لا هو الدوري السنه صعب جدا. وحضرتك يعني المقدمه بتاعتك واضحه طبعا، هو مش موضوع ان انت بتجيب لعيب بكام او بتجيب لعيب رخيص او غالي. الفرق كلها بقت زي بعضيها دلوقتي. يعني الداخليه مثلا النهارده لما بتشوف الفريق زي الداخليه، انا عاجبني بصراحه فريق الداخليه، وشفت له ماتش مع الجيش الاسبوع اللي فات، فريق محترم وفريق من اقل الفرق مثلا في الدوري اللي هي دعمت او مبالغ صغيره. ولكن في الاخر مين زي ما حضرتك بتقول بيأدي، ومين اللي بيعمل روح، مين اللي بيعمل الفارق؟ هي روح اللعيبه. فانا شايف الحمد لله نادي الاتحاد السنه دي شكله متغير، احنا لحد ما طبعا يعني مطمنين، وبالاخص ان احنا يعني من الصفقات المهمه اللي احنا عملناها السنه دي، وانا وجهه نظري انها صفقه مهمه جدا. المادي سليمان هو التعاقد مع زوران بصراحه. مدير فني محترم قوي، السي في بتاعه قوي جدا، وراجل ليه وجع كبير جدا في المنطقه، ويعني من بداياته وهو بيتكلم معانا كلام وعنده تارجت وعنده هدف ان هو عاوز يأدي السنه دي، مش همه مين اللي بيلعب، مين اللعيب، مين صغير، مين كبير، بوضوح بيتكلم في محاضراته مع اللعيبه اللي هيتمرن واللي يدي واللي موت نفسه، هو ده اللي هيكون ليه معايا نصيب ويلعب مع الفرقه. فانا شايف ان هو دي صفقه مهمه جدا. الحمد لله يعني احنا ومجلس الاداره ولجنه الكوره كان لنا رؤيه في هذا الموضوع، اتكلمنا معاه مرتين ثلاثه فيديو كونفرنس لغايه ما الحمد لله وصلنا معاه. انا شايف ان هو اضافه. اللعيبه كلها كابتن سيف، حضرتك بتقول السكواد السنه دي سكواد محترم، هو فعلا محترم. احترمنا لنادي الاتحاد ان احنا ابقينا على اللعيبه اللي احنا شايفين ان هم كانوا مادين اداء طيب جدا السنه اللي فاتت. مع الرغم طبعا من الـ يعني الـ بعض الانديه كانت طالبه بعض اللعيبه زي مروان عبديه وميسي وهشام صلاح، فان هم يبقوا مع الفرقه بالرغم الاغراءات اللي كانت واصله لنا من الانديه، بالنسبه لنا دي كانت صعبه عليا انا كنادي في امور ماليه وفي ازمات ماليه، ولكن في الاخر اللي شفناه السنه اللي فاتت كان بالنسبه لنا كان صعب، فده اللي خلانا نصر ان احنا يكون معانا فرقه محترمه السنه دي. هو الجمهور اللي قدامنا ده، جمهور الاتحاد السكندري اللي بيحتفل في المدرجات ده، ده اللي حضرتك كان زعلان في بدايه الموسم وده اللي انت كنت زعلان منه، ولا ده اللي صالحته دلوقتي، ولا دول ناس ثانيه خالص حضرتك كنت بتتكلم عليهم؟ بص، جمهور نادي الاتحاد التملي انا بقول لك يا كابتن سيف وحضرتك بالتملي بتشيد بالجزئيه دي مع جماهير الانديه الشعبيه، جمهور نادي الاتحاد السكندري التملي انا بقول انه في حته ثانيه خالص. ولكن الجمهور بيبقى خايف على فرقته، ولكن في نفس الوقت كمان احنا بنشوف اللي هو مش شايفه ما بيعرفش الكواليس، يعني الجماهير نفسها ما بتعرفش الكواليس كويس قوي. فانت حضرتك النهارده لما انت في بدايه الموسم ابتدى يقارنوك مثلا بالنادي المصري ونادي الاسماعيلي مثلا، يعني ورئيس نادي المصري ونادي الاسماعيلي، اثنين اخواتي واثنين صحابي يعني. ولكن في الاخر انت شايف مصلحتك في فرق ايه، وايه التدعيمات في الاماكن اللي انت محتاجها. فالنهارده لما انت تتعاقد مع لعيبه على مستوى كبير، يعني مثلا محمود علاء سي، مهدي سليمان، محمد الصالح، بتكلم انت مع ابراهيم حسن انت تدفع له مبلغ كبير في نادي بيراميدز عشان يبقى معاك، المهدي سليمان اموتو النادي الناس كلها كانت بتقول ايه اللعيبه دي، اللعيبه دي مش عارف ايه، اموتو ده مبطل، اموتو مش عارف ايه، دلوقتي الناس كلها بتشيد باموتو. ازاي خالد صبحي انت جايب لعيب اعاره من نيه البيع، وهل خالد صبحي يديرك؟ خالد صبحي من احسن اللعيبه المدافعين دلوقتي. لما احمد ميسي لو كان جاله عقد كان مشاه، احمد ميسي من اللعيبه الممتاز. صبري رحيل كبر في السن، النهارده نادي الجمهور كله بينادي صبري رحيل. فانت عارف انت يعني انت برضه يعني خلي يعني انا وجهه نظري الجمهور جمهور، والاداره اداره، واللعيبه لعيبه، والمدرب مدرب. صح. فاحنا لو احنا بنتعب وانتم ما تعرفش الكواليس اللي وراها ايه والازمات الماليه اللي موجوده، وبعد كده انت بتجيب لعيبه على مستوى عالي، وزي ما حضرتك قلت لحضرتك قبل كده، النهارده لما تتكلم مع اي لعيب دلوقتي يعني كلمه بقى 2 مليون و3 مليون دي بقت موجوده خلاص في القاموس بتاع اللعيب. صح. فانت في بعض الانديه بتعرف تجيبه وبتبقى عندها
اللعيبه دي عندها بتعمل فارق. السؤال يا فندم اللي انا بساله لحضرتك، أوستن أوموتو، مروان، هشام